أكيد إنك سمعت إن التجارة الإلكترونية تجارة جدا مربحة، بس يا ترى من وين تقدر تلقى هذه المنتجات اللي تقدر تحطها على متجرك؟ طبعا تقدر تجيبها من بائع جملة هنا موجود بالسعودية، تدور لك واحد عنده محل جملة سواء في أي تخصص من التخصصات اللي تبغاها، أو إذا تبي أوفر لريالك هو إنك تستوردها من برا وخصيصا في الصين. بعلمك بهذا الفيديو كيف تستخدم موقعين علي اكسبرس وعلي بابا علشان تجيب منتجات من الصين او من برا. لكن اذا انت مهتم اذا تعرف وش افضل منتجات للبيع في السعودية، حطيت لك فيديو ثاني تنزل تحت ان شاء الله في التفاصيل، راح تلقاه افضل منتجات للبيع في السعودية. تعال تعلم معي الان شلون تقدر تستخدم الموقعين هذول الجميلات، الاول اللي هو علي اكسبرس وعلي بابا، طبعا هم من نفس الشركه لكن انا بعلمك وش الفرق بين كل واحد. طبعا علي اكسبرس يمديك تاخذ البضاعه بكميات بسيطه وبسعر الجمله، يعني مثلا ما تحتاج انك مثلا تاخذ لك 200 حبه 300 حبه، بتجرب تاخذ لك 10 حبات من منتج معين تشوف اذا مشى معاك تقدر تطلب منه زياده، او انك تطلب تدخل على منتجات ثانيه تبي تاخذها بس على كميات بسيطه وتبيعها على متجرك. فطبعا الاجمل ما فيه علي اكسبرس انه ميزته انه يعطيك اسعار جدا 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 جميله. تعال مثلا هنا بما حكم انه بنستهدف السعوديه، تعال نحط تسعيره بالريال السعودي، بحط هنا SAR سعودي ريال وبادخل. طبعا ميزته انه يدعم اللغه العربيه، يعني اذا تبغى تحطه تغيره هنا الى اللغه العربيه، لكن انا اكثر مرتاح اكثر باللغه الانجليزيه، فلذلك بدخل. شوف عندك الاشياء اللي تقدر تبيعها عندك، شوف هذه مثلا الوالت او الديزاين للجواز السعودي، شوف هاي تقدر تشتريها، شوف سعرها 7 ريال توصل لك خلال 14 يوم وفي الدفع عند الاستلام. فعندك هذه واحد من المنتجات اللي تعتبر منتج رائع انك تبيعه في السعودية، خصيصا ان الحين عندنا موسم سفر، فتقدر تاخذ لك كمية بسيطة وتشوف وش اكثر هذه المنتجات هي ماشية اكثر شيء. طبعا هذا اللي واضح انهم شغلهم كلهم على الغلافات حقت جوازات السفر، فيمديك تاخذ لك مثلا دول الخليج وتبدا تشحن لدول الخليج بعد حتى اكثر. تعال عندك مثلا ندخل على اشياء ثانية اخرى نحس ان عليها طلب. عندك الساعات الرياضية، هذه انصدمت ان اسعارها هنا بالسعودية تقريبا حول 100-120 ريال، فحلو انك بتلقى بسرعة مشتري لها. فشوف عندك مثلا المي باند، هذه سعرها 136 ريال، طبعا تعتبر ماركة جدا اصلية وجدا كويسة ونظيفة، وشوف يعني يعطونك معها اسوارات زيادة، يعني مثلا تبدأ تبيع هذه كاكسسوار زائد او انك تسويها كبندل مع بعض. فعلى العموم هذا هو موقع الاكسبرس، موقع الاكسبرس جدا جميل تمشى فيه. تأكد من 3 اشياء دائم، حلو، سعر الشحن للسعودية دائم تلقاه هنا، ودائم تلقى في خيارات، هنا طبعا ما في خيارات، بتدخل على بايع ثاني تلقى مثلا عنده خلينا نشوف اذا نلقى شيء في خيارات، خذوا مثلا الجوازات اللي قبل شوي اللي شفناها زي ما هذا، عد فيه علي اكسبرس دايركت، حلو، اذا طلبت باكثر من 90 دولار، يعني اذا طلبك تعدى ال 100 ريال بيعطيك اياه بعلي اكسبرس دايركت. علي اكسبرس دايركت ميزته انه يشحن مع رامكس وبشكل مجاني. ف تعالوا نشوف اشياء ثانيه علشان انت طبعا دائما حاول انك تحسبها صح، حاول انك لا تستعجل وتطلب من اول بائع للبضاعه هذه، لا خذ اسم البضاعة ودورها وحوس عليها. عندك تعال نشوف عندك مثلا الأنكر هذا اللي جمع، مرة اسحب عليه اوكي. تعال مثلا للمنظم هذا للكيابل، تعال نشوف وش عندهم، طبعا نفس الحكاية علي اكسبرس دايركت. فأنت بديك تجمع لك كمية بضاعة مثلا من كذا بضاعة وهم يجمعونها لك ويرسلونها لك مرة واحدة عن طريق أي شيء تلقى مكتوب عليه علي اكسبرس دايركت يدخل من ضمن المجموعة هذه. فجمع لك كذا كمية بضاعة وجبها هنا للسعودية
وقم عرضها أنت للبيع، لا تطلب كميات كبيرة، اطلب 5 6 10، شوف ايش يطلع لك عليه طلب أكثر وكذا. طيب الحين تعال نتعرف على علي بابا. علي بابا لا، هذا علي بابا يربطك مع مصانع ويربطك مع ناس تبي تبيع كميات كبيرة بالجملة، 200 حبة 300 حبة 400 حبة، فهو واحد من أهم المصادر لأنك تلقى مثلا تلقى أشياء كبيرة وعلى قولتهم يعني بضايع بحجم كبير إذا تبي تطلب منها. فتعال نشوف مثلا، نجي ندخل على كيف، طبعا لو نقول مثلا نبغى حنا آيفون شارجر اللي هو كيبل الآيفون، حلو، فلو بدور لي كيبل آيفون مثلا ببيعه، فمن أهم الأشياء اللي أنت عندك هنا في علي إكسبرس اللي في علي بابا أنه هذه الأشياء اللي هنا الفلترز، حلو، دائم حط على هذه تريد أشورن صح، ودائم لما تدور على شيء حط على Verified Supplier. ليه؟ لأنه طلع لك الصادقين. علي بابا مليان سماسرة ومليان ناس تلف وتدور، حلو، Supplier Location عندك China ما China. هنا إذا تبغى إذا شيء إذا سبق وصدروا للسعودية قبل، يعني معناها من عندهم شغل، فحط سعودي أرابيا هنا، هنا سبق أنهم اشتغلوا مع السعودية وسبق أنهم وردوا للسعوديين. شوف كل هذولي سبق أنهم اشتغلوا مع السعوديين وردوا للسعوديين، فمعناهم أنه عندهم خبرة في موضوع شهادات ساسو، ما شهادات ساسو، إذا في شيء لازم يدخل في السعودية، أسعار الشحن، وكل الشحن، الأشياء اللي زي كذا، حلو، وتبدأ تمشي. طبعا لا تروح إلا من 3، لما تشوف هنا ترانزاكشن ليفل من 3 وفوق يعتبر بائع جدا كويس. طبعا زي ما انت شايف هنا 2 معناه انه هذا تو بادي تقريبا له 4 سنين، فما له يعني ذيك الفترة، لكن اذا لقيت 3 وفوق هذا دليل انه هذا البائع له فترة بالسوق. طبعا علشان تجي تطلب مثلا طلبية يمديك على طول تسوي ستارت اوردر الحين، ولا انك مثلا تتفاهم معاه تبي تغير اللون، تبي تغير شيء، تبي تعدل شيء، تبي تضبط شيء، فتحط على كونتاكت سبلاير. لما تضغط على كونتاكت سبلاير تكتب له مسج كامل بالشيء اللي انت تبغاه، هلو اسمي كذا، عرفت، ابغى اغير كذا، بيعدل كذا. وللاسف ما يعني هم يتواصلون عادي، يمديك تكتب لهم بالعربي ويقدرون يترجمونها، لكن الافضل انك تتواصل معهم باللغه الانجليزيه. ما عندك احد ما تعرف تتكلم اللغه الانجليزيه، اقرب لك اقرب واحد قل له بالله تكفى اكتب لي ايميل سريع سريع، ابي اكتبه لعلي بابا وابي اعرف اتفاهم معهم. طبعا عندك الكوانتيتي هنا او كمية الطلب، دائما حط الكوانتيتي من 200 300 400 علشان يبدا هو يقدر يتواصل معك ويتحمس معك بشكل مباشر. طبعا هذا كل شيء بالنسبه للموقعين علي اكسبرس وعلي بابا. في نصيحة في علي بابا أنه أي مرة تبي تدفع ادفع دائما عن طريق الموقع، ولا تستخدم أي طرق دفع أخرى إلا عن طريق الموقع، لأن كذا أنت تدخل في سياسة الضمان حقت علي بابا. طبعا وش سياسة الضمان حقت علي بابا؟ تعطيك ضمان على الكواليتي أو جودة المنتجات، تعطيك ضمان على التوصيل بحيث أنه لو ضاع، تعطيك ضمان لو ما دخل المنتج هذا للسعودية يكون في نوع من الضمانات أنه ترجع فلوسك لا قدر الله لو في أي نوع من أنواع المشاكل. هذا كل شيء اللي أنا بتكلم عنه في علي بابا. لا تنسى إذا تبغى تعرف أفضل المنتجات اللي تنباع بالسعودية، انزل على الرابط اللي تحت في الأسفل، أنا أتكلم عنه بشكل مباشر وش أفضل المنتجات للبيع في السعودية. يعطيكم العافية، ولا تنسى تسوي لي سبسكرايب.